السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي اخواتي في قناه ديانه الخشب. ان شاء الله كما كتشوفوا هذا صالون يعني ديجا كان مستعمل والان يعني تجدد، ماشي حنا اللي تكلفنا له، واحد السيد انا جابوا لي انفيرني. يعني بغيت نعطيكم فكره انه واخا شي واحد عنده شي صالون ولا كذا راه يقدر يجددو، فهمتوا الاخوان؟ المهم هانتوما تشوفوا درنا له مارو، يعني هذا هو مارو، تبعت له على حسب التصويره اللي عنده، فهمتوا الاخوان؟ ولكن كيكون احسن لون في الفيرني تقريبا، هادو هما احسن الالوان اللي دايرين في الفيرني تقريبا، فهمتوا الاخوان؟ يعني شي حاجه واعره. وهذا راه فيرني بوليريتان ومسارجي، والخشب اللي فيه راه ماشي شي يعني شي خشب، ولكن كومام كيبان واعر، فهمتوا الاخوان؟ انا عاد راني زدت شويه، هو راه كان بغاه شويه بارد، ولكن مع كانوا داروا له المعيز وكذا هو اللي دار. ندير لكم دوره الاخوان باش تشوف، غادي نقول لكم شحال باش فيرنيناهم، يعني باش بنادم اللي بغى يفيرني ولا كذا كيعرف راسو شحال باش كيفير. اخوان ايه باش تعرفوا المميزه ديال هذا اللون انه كيبقى باين العروق، العروق ديال الخشب كيبقاو باينين. مخيلال كاينين شي وحدين كيديروا السورفاسور وكيجيبوا لاتان تبوا وكيخلطوها بالفيرني وكيبدي فونسي، ما كيبقاش يبان العروق، هذيك خدمه ناقصه، خص ضروري يبقاو باينين العروق، يعني كتعطي اللون وفي نفس الوقت يبانوا العروق. راسكم يا اخوان اللي بغى يخدم شي حاجه يبعد بحال هاد المعيز الكبار. مثلا هذا راه دار له، راكو عارفين راه باش وجد له هاد الوجوهه كاملين قال لي ب 450 درهم باش بدلو له الوجوهه، راه باطل كاع. المهم الاخوان شوف هادو راهم تاع ال 20، انا باش فيرنيتهم له بالمترو، فيرنيتهم له ب 60 درهم المترو، فيرني بوليريتان، فيرني ديال البوليستيك، وغادي تشوفوا ان شاء الله. غادي نوريكم باش في المراحل باش تستافدوا، اللي بغى يخدم بحال هذا اللون بغى يطلع بحال هذا اللون يعرف باش هذه يبدا باش هذه يكمل. يلا الاخوان نمشي باش نوريكم السلعه باش خدمنا. الاخوان ها انتم تشوفوا السلعه كامله تقريبا وجدتها هنا اللي خدمت بها. شوف اول مرحله انك كتحكم مزيان، كتحكم بال 80 كتعاود لهم بال 100 كتفيني مزيان المسائل ديالك، كتشري كسيلازال، كسيلازال في الكوبا، اللي ما عندوش كسيلازال في الكوبا يمشي شي يجيب شي فيرني تانتي ويخلط معاه ديلو تقريبا شي 60% وادي يولي له يعني بحال كوبا اكاجو، يجيب لاكاجو فونسي فهمتوا، هادي يولي له بحال هادي، فهمتوا الاخوان؟ يعني اللي ما عندوش اللي ما كتوفرش، لان كتولي ب فيرني تانتي بي كتكثر فيه ديلو كيتنحرق ديك السانتيتيك ديالو كيرجع اتانت بحال مثلا هادي كتكون اتانت سانتيتيك. الطريقه ديال الاستعمال ديالها كتضربها اليوم بحال مثلا تخلط فيها 20% ديال الديليو 10% على حسب اللون اللي راك باغي، شحال ما كثرت الديليو شحال ما قل اللون، وكتخليها 24 ساعه، يعني بحال ما ضربتها اليوم حتى الغدوه ليه وعاد تفيرني، فهمتوا الاخوان؟ ثاني حاجه كنجيبوا السورفاسور، فهمتوا الاخوان؟ كتجيب السورفاسور، انا ما كنديرش اشهار للشركات ولكن كنقول لكم باش خدمت. كتجيب السورفاسور عادي كتخلطوا بالديليو مزيان، ديليو الاويت، فهمتوا الاخوان؟ كتجيب ديليو اويت كتخلطوا فيه، بي كتكمل الخدمه ديالك كتبع الريبوش بالماستيك. الاخوان انا كنجيب الغبره كنتانتيها وكنخلط معها الصرفه كيسميتو ديلا كيسميتو هذاك السيليسيون وكنكوفريها مزيان باش ما تيبس باش نخدم بها مره اخرى. كديرو فوق الشمع، بكيبس الشمع كديرها فوق منه وكدير الماستيك ديالك كتولي تفيني بالكارطه، فهمتوا الاخوان؟ ضروري انك دير حتى دير السورفاسو عاد باش انك دير الماستيك، فهمتوا الاخوان؟ لان الماستيك الا درتو في الاول يقدر يخلي لك البراقه الا ما حكيتوش مزيان، فهمتوا الاخوان؟ المهم بكتفوت بديك المرحله كتجيب كتمشي تشري هذا اتانت بوا فونجا بوا ولا كيقولوا لها، فهمتوا الاخوان؟ هذه اللي تانت معروفين حنا لا فيشين فهمتوا عندهم لا تانت بوا، يعني هادو هما المصطلحات ديالهم. كتجيب لاكاجو فونسي فهمتوا الاخوان، وكتجيب مثلا فيرني مات، احسن حاجه انك تخدم بالفيرني مات ديال المايسترو، لان البريو ديالهم بعض المرات كيدير المشاكل، يعني يبقى يهرب لك ذاك الكولور، كتكون تضرب هذا الكولور كيبقى يهرب، احسن حاجه خدم بالمات لان المات رابيد على البريو باش يبس، فهمتوا الاخوان؟ مثلا كدير كيلو من هذا وكدير كيلو من هذا ودير فيهم واحد اليوترو ونص تاع الديليو حتى جوج يوترو على حسب الطلقه ديالو، خصو المهم يكون مطلق مزيان. هيا فين كنت خلطتها يا فهمتوا يا اخوان؟ المهم خصو يجي كلمه لان راه كدي يتقاد به اللون، لان لاباز الاولى راه كدرتها اختني بهذوك الناس اللي كيديروا السورفاسور هو الاول وعادي تانتي بهذه يفوت ديريكت، هذيك راه ما خداماش، راه تقشر تبقى تبان لك الباب بيضاء ولا الطابله تبان لك بيضاء ولا السداري يبقى يبان لك ما خداماش، ضروري دير لاباز هي الاولى باش واخا تقشر يبقى يبان هذا اللون، فهمتوا يا اخوان؟
مورا هكا تمشي. ها هو البوليريتان مثلا هذا الفوندو وكاين ها هو البوليريتان كيكون في جي 5 مي كتشوف جي 5 يعني هو كيدير الكاتاليزور ديالو. ها هو الكاتاليزور ديالو فهمت الاخوان صافي كنسرجيوها مزيان بحال مثلا اللي كيشوف هذا مات بزاف حاول تزيد فيه هذا الاف بي 227 هذا راه سورفاسور. الا كنت بغيت الا كان لان هذا كيعطي المات بزاف انا كنزيد فيه شويه هذا باش يفتح اللون كيفتح فهمتوا الاخوان. المهم هذه هي الخدمه باش خدمنا ديك الخدمه كامله الاخوان. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تعاونوني وتشجعوني وان شاء الله اي حاجه بغيتوا تعرفوها بغيت ندير لكم شي فيديو كيفاش كان نوجدوا هذا اللي ديجا كنت درته في القناه الا بغيتوا نعاودوا له بشرح جديد وفهمه جديده ان شاء الله نعاودوا. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.